لاله حنان تفضل سي بن ابراهيم. بغيت نقول واحد الكلمه. انا اليوم رانا فرحان بزاف لحقاش الدرابو ديال عبده اليوم تهز بزاف. تماما. الاخت مسفيويه ايوا انا مسفيوي واليوم السهره كلها عبديه. واخا يعني كيوقع لي واحد المشكل انا والسي محمد الخلفي. يعني كان في الاول يعني دوكا لا طارو تاعي وفي الاخر ولاو عبده كيحكموا عليهم. يعني كانت كان يديروا في الاول يعني ولايه عبده ودوكا لا. وكان كيتزير وخاصه ملي كنضربوا في شي جوك وكنقول لك شوك عبده شويه هما يقلبوها ولاو دايرين ولايه دوكا لا عاد عبده وليت فيما كنضرب. وتحيه لكل ولايات بالمغرب. الحمد لله. بالعكس انا في دكالة يعني عشت معاهم كثير وخيرهم كبير عليا. الله ينصرهم على لاله حنان. يعني هذا شرف ان يعني عبده كيولدوا فنانه وفنانه على اختلاف الانواع. هذا نوع اخر ديال لاله حنان اللي غادي تقدموا لنا. اذا حنان قدموها لي اول مره. كلموني على ثقافتها العاليه، على المستوى ديالها الدراسي. هي مازالت تدرس في مصر، على الجوائز ديالها، على الالمام ديالها بالفن ديالها. ما كرهناش تشرح للجمهور الحاضر معنا والمشاهدين اكثر. اذا الدراسه بالنسبه لي انا الدراسه الموسيقيه شيء بديهي جدا، يعني ما كنبغيش نتكلم عليه بزاف لانه شيء بديهي بالنسبه للموسيقي. يعني الدراسه كانت في المغرب، من بعد يعني في القاهره. بطبيعه الحال يعني الانسان باش يكتسب اكثر وباش يعني اكيد، خصوصا يعني انني تخصص موسيقى عربيه وتخصص الات عود. يعني الان كان سي بن ابراهيم تضرب العود. يعني كندير دراسات عليا في الموسيقى العربيه وفي آلات العود. و فوالا دونك القاهره يعني كانت محطه جد مهمه، وكانت كذلك مناسبه باش تلاقي مع الناس كبار في عالم الفن. طبيعه الحال يعني ما يمكنش فنان يكون في القاهره وما يقلش باش تكون خساره. يعني بطبيعه الحال كان اللقاء ديالي اللقاء اللي كيشرفني، وكان كيشرفني باش نقولوا في كل مره اللقاء ديالي بالاستاذ صلاح شرنوبي. ويعني اللي سمعني هو اللي قلب عليك. هو اللي نعم سمعني بالصدفه، يعني سمعني وتم الاتصال بيا وفعلا حددنا موعد. طلعت عنده للقاهره وكانوا يعني وجدنا كذا عمل باش نقوموا به مع بعض. يعني للاسف المشروع ما كملش لحد الان، ما غنقولش المشروع ان شاء الله في المستقبل قريب ان شاء الله. لحد الان لان السبب مني بطبيعه الحال يعني ماشي انت توقفتي واحد العام. نعم 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 كان التوقف ديالي. ان شاء الله الرجوع ديالك يكون اقوى. وهذا الكلام ديالك حقيقه شوقتني، لا انا لا سي بن ابراهيم اكيد لا الجمهور، باش نسمعوا ليك ونشوفوا اللوحه الفنيه اللي غتقدمي لنا. تفضلي لاله حنان.
فعلا صوت جميل واداء جديد في سهره انغام. كانت هذه حنان بنت بلاد السي بن ابراهيم. كيف جاتك حنان؟ شانطيوم ما عندناش ما نقولوا. العظمه خدامين عملي دي شانطيوم اليوم. يعني واللي زاد عجبني اكثر هو ذوك الاخوات والاخوان اللي كانوا كيرقصوا معها رقصه جميله بالفعل. وهاد الناس خصنا يكثروا عندنا وتبارك الله عليهم. تبارك الله عليهم وتبارك الله على المستويين.